عايز اعرف منك بقى، خلصتي تصوير مشاهدك او دورك في مسلسل في بيتنا روبوت الجزء التاني ولا لا؟ لا لسه ما خلصتش، لسه فاضل شويه يعني. طبعا احنا كلنا هنتابع المسلسل ان شاء الله على قناه الحياه ابتداء من اول يوم رمضان. عايز اعرف منك بقى، استقبلتي ازاي فكره ان مسلسل اتعرض له اوريدي جزء اولاني، الجزء التاني اكيد لما بداتي المشروع ده ما كنتيش عارفه انه هيبقى في رمضان؟ لا ما كنتش عارفه، بس هو دمه خفيف يعني. الدور بتاعي الاول ما قريته في الاول خالص، طبعا اول ما يعني ما ترشحت للدور ما كنتش لسه قريته، بعدين رحت اول بروفا قريت فيها الدور، فكنت بضحك جدا يعني. عمرو وهبه كاتب حاجه دمها خفيف قوي، فكان بالنسبه لي كانت حاجه يعني كنت مبسوطه، اللي هو يعني انا بعمله وانا مبسوطه، بنضحك كتير، الاجواء نفسها خفيفه، فبس فمبسوطه يعني. بس حته انه يبقى في رمضان دي بالنسبه لك كانت مفاجاه حلوه ولا قلقتك شويه؟ هي مفاجأة حلوة، وطول الوقت الواحد بيقلق لما يبقى فيه شغل جديد هيتعرض، وخصوصا هيتعرض في سيزن يعني متشاف جدا وكده. اكيد الواحد بيبقى عايز ان هو ما يبقاش مثلا داخل مسلسل وقلل منه، يبقى عايز يبقى داخل مسلسل واضاف له يعني. اكيد فبيبقى فيه شوية قلق، ده طبعا اكيد يعني، بس برضو مبسوطة لانه انا عارفة انه جمهور الاطفال بيحب المسلسل، فيه جمهور كتير كبير من الأطفال طبعا بيحبه جدا، فهتبقى حاجة ظريفة يعني في رمضان. دايما المسلسلات اللي بتتكتب لرمضان بيبقى فيه تعديلات كده، او لو مسلسل هيبقى بره رمضان وقرروا ان هو يدخل بيحصل تعديلات كتيره في السكريبت. هل مثلا عدد الحلقات كان اكتر وظبطوه على 30 حلقه، ولا الدنيا مشيت زي البلان الاولانيه؟ لا العكس، هي كانت اقل، عدد الحلقات كان اقل من 30، فاحنا عمرو وهبه اضاف لاينز وعمل حاجات بحيث ان احنا نكمل 30 حلقه. وهو الميزه في قصه المسلسل ان سهل تزودي مغامرات من غير ما يبقى الموضوع فيه مط او حاجه، انت بتزودي بس مغامرات ومواقف جديده اللي هي ممكن تبقى لا نهائيه يعني. الفكره بتدي مساحه انك تعملي مواقف كتير، فزود شويه مواقف ولاينز نشتغل عليها يعني، ودوري كمان كده زاد كم مشهد، لان انا اصلا يعني كنت جايه زي في الاول ضيف شرف او كده، ظهور كده، وبعدين الموضوع ابتدى يكبر شويه كده، فمبسوطه يعني. اللي انا سمعته ان انت طالعه دكتوره، أوه صح؟ أوه، دكتوره امراض نساء. ايوه، كلنا توقعنا من غير ما نحرق الاحداث ان انت هيبقى اكتر مشاهدك مع ليلى، صح؟ ده حقيقي مع ليلى وهشام. هيبقى فيه برضو كوميدي، ولا الموضوع هتدي له طعم مختلف كده زي ما احنا متعودين منه؟ هو الموضوع كوميدي يعني، دمه خفيف، يعني الشخصيه نفسها مكتوبه بطريقه تخليها يجي منها ضحك، لانه هي يعني عجيبه يعني يعني بس مش هقدر اقول اكتر من كده، بس خايفه احرق الحاجات، بس يعني اتمنى الناس تنبسط زي ما انا انبسطت. انا كنت بضحك قوي وانا بشتغلها، فاتمنى الناس تبقى يعني تنبسط كده.